انا بوتلينا، انا راح بعطي مصطفى بوتلينا الصغيره اللي كانت عند سحيمه في وجهها اللي فيها الزهب. ودابا الحمد لله انا درت لها العمليه وهي نجحات لها الحمد لله، وفي اللي كان في وجهها وفي راسها هما حيدوهم ليها الحمد لله. وكنشكر الناس المحسنين، المحسنين اللي داخل المغرب وخارج المغرب كلهم كنشكرهم. كنشكر وزير الصحة، كنشكره بزاف، هو اللي تعاون معايا، هو اللي وقف معايا، عيط الطبيب بوكيندي، عيط ليه هو الله يسهل عليه، الله يخلي ليه وليداتو، الله يرحم ليه الوالدين. وباقي لدابا باقي لدابا كيسواني الدرية 15 يوم 15 يوم كنسعو الدرية، وقالوا لي غيبقاو باقي لها عاوتاني عملية أخرى في رجليها بجوج، باقي ما حيدومش ليها. وهي حنا نبقاو 70 درية تتولي عندها 15 عام، وليت فيه خير تطلقت، مابقاش معقد من جهتها، يعايروها الدراري في المدرسة، يعايروها الدراري في الزنقة، ويقول لي با شو أنا شو خليتوني بحال هكا، ما سمعتينيش، ما قابلتينيش. ودابا الحمد لله كنحمد الله ونشكره، كنحمد الله ونشكره. كنطلب الناس المحسنين للمغرب وخارج المغرب اللي تعاونوا معايا، أنا الحمد لله وليت فيه خير. دابا أخوتي المحسنين وتما الناس اللي على برا وداخل داخل المغرب وخارج المغرب، وتما المحسنين الناس اللي كتعاونوا معايا في ولاد الدار البيضاء كلكم. وكان مازال كنطلب وزير الصحة الله يسهل عليه، والله يرحم لي الوالدين، الله يخلي لي وليداته، هو اللي وقف معايا، وقف معايا في العملية، دار لي العملية الدكتور بوكين وليد لها العملية. ودابا بقى عدا عملية أخرى في رجليها بجوج طبعات كبار، ودوك الطبعات غاديين كيتزادو، غاديين كيكبرو بحال اللي وقع عليها في وجهها، ما كانش فيها الزهب، وين فيها الزهب بقات غادي كتكبر وكدي عليها. يا باش نت أنايا واخا ما عندي صحة، واخا ما عندي صحة كنت كندور بها ونجي على بها، تدرت هاد الفيلم هذا ما لقيتش من دي سرقات الناس الصحافة هما اللي وقفوا معايا الله يسهل عليهم، والله يرحم لهم الوالدين، والله يرحم لكم الوالدين نتوما، والله يجعل ربي يحفظكم. واسمحوا لي بزاف. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعل صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة، مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.